النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي تهم حضراتكم، لكن خلونا في البدايه نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح. كان ابرزها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركه ايني الايطاليه للبترول، كمان متابعه سيادته للموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثماريه والاستراتيجيه الخاصه بالمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. امبارح الدكتور ايضا مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع لمناقشه وبحث سبل توفير الزيوت الخام محليا والتوسع في الزراعه التعاقديه. تفاصيل اكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، وخلال الاجتماع وجه الرئيس بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول وشركة إيني الإيطالية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة. امبارح تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وجه الرئيس بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها واستغلال إمكانيات المنطقة خاصة موقعها الجغرافي المتميز في قناة السويس. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمناقشة وبحث سبل توفير الزيوت الخام محلياً، وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه في ظل الأزمات العالمية الحالية وبالنظر للكمية المستوردة من الزيوت اللي بنحتاجها، فإن الدولة اتجهت لاتخاذ بعض الخطوات الجادة للعمل على سد هذه الفجوة من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية أو غيرها من الخطوات. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار وتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد 14 مارس اللي جاي، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن آخر موعد للتسجيل بالمبادرة وسداد قيمة الوديعة المقررة هو 14 مارس ومفيش أي نية لمد فترة العمل بالمبادرة بعد هذا التاريخ. نروح مع حضراتكم لأخبار المحافظات، ومعانا مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، منها تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على 200 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في قرية صفت تراب في الغربية، كمان تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع للمنشآت الحكومية في المنوفية، وتنفيذ أعمال الرصف وتركيب الانترلاك بشوارع دير مواس في المنيا. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي تم فيها تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً على 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية صفت تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، وده ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في البحر الأحمر بيتم إنشاء سوق لعربات الطعام بطريق المطار وتجهيز الموقع بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومظلات ودورات مياه، وهيتم افتتاح السوق في احتفالات المحافظة بالعيد القومي في نهاية الشهر الجاري. في أسوان تم منح مهلة أخيرة حتى نهاية الشهر الحالي لمسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء من الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع الفنادق، وعشان تبدأ بعدها على الفور أعمال الرصف والتطوير في هذا الشارع الحيوي اللي بيضم عدد من الفنادق السياحية ومتحف النوبة وكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس. في البحيرة أطلقت مديرية الزراعة بالمحافظة حملة مكافحة القوارض قبل تكوين السنابل في محصول القمح. في المنوفية أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة إنه تماشياً مع توجيهات الدولة بترشيد استهلاك المياه
تمكن القطاع التجاري بالشركة من تغيير 60% من العدادات الخاصة بالهيئات والجهات الحكومية بعدادات مسبقة الدفع بما فيها العدادات المعطلة والتالفة والممارسات. في كفر الشيخ وصلت 6000 كرتونة تحيا مصر للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بقيمة 75 جنيه للكرتونة بدلاً من 150 جنيه، وده ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار. في الإسكندرية تم الانتهاء من الميكنة الكاملة لتسع مراكز تكنولوجية بالأحياء، وجاري الانتهاء من المركز التكنولوجي المتبقي بحي غرب، وده ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الخدمية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن السكندري. في الأقصر شهد مطار البالون الطائر تحليق 25 رحلة بالون طائر على متنها 500 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة على ضفتي نهر النيل من السماء. في المنيا بيتم تنفيذ أعمال الرصف وتركيب الأنترلوك بعشر شوارع في مدينة ديرمواس بتكلفة 12 مليون جنيه، وده ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات.